دايما الاطفال بيحبوا الالوان، ممكن نستغل ده في اكلهم ونعمل لهم حاجات مليانه خضار وفاكهه فيها الوان طبيعيه، وكل لون بيفيد الجسم بطريقته. يعني مثلا اللون الاحمر دايما مرتبط بصحه القلب، اللون الاصفر ودرجاته مرتبط بالمناعه وصحه النظر، والالوان الغامقه زي الاحمر الغامق والبنفسجي فيهم مضادات اكسده اكتر. اللون الاخضر بيحافظ على صحه الجهاز الهضمي. لو جربنا نحط كل الالوان دي في وجبه واحده زي ساندوتش مثلا او سلطه، تخيلوا كميه الفوائد اللي الاطفال ياخدوها اللي هتساعدهم على النمو والتركيز وتجديد خلايا جسمهم بصوره طبيعيه. عملت مع جرين هاوس ساندوتش مليان الوان الاطفال بيحبوها، عشان البروتين حطينا جبنه وبنجر بالحمص وخضار كتير زي الخس والطماطم، وعلشان نزود الفايده اكتر استخدمنا جواكامولي. الافوكادو اللي فيه يعتبر مصدر دهون صحيه للاطفال، مكوناته كلها طبيعيه وطعمه كمان حلو. الافوكادو يعتبر من اكتر الاكلات الصحيه اللي ممكن نقدمها للاطفال، ولو مش بيحبوا طعمه الصريح جربوا الجواكامولي هتعجبهم قوي. زودنا خضار كمان، جزر وفجل احمر، وكده نكون عملنا ساندوتش فيه كل الفوائد الغذائيه: نشويات صحيه في عيش الشوفان، بروتين في جبنه وحمص، دهون صحيه في الافوكادو والطحينه اللي في الحمص، والخضار اللي مليان فيتامينز ومعادن. ساندوتش سهل وما خدش وقت لان كل حاجه جاهزه من جرين هاوس. سهلت الفكره اننا نحط كل المكونات في الساندوتش. جربوها قولوا لي رايكم. بالهنا والشفا.